سيتضمن برنامجي هذا المساء وأشواطي هذا المساء الخاصة بسن بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، نعلن انطلاقة أول الأشواط، أهم الأشواط، رئيس الأشواط لكل الأسنان والأعمار في كل ميدان وفي كل مضمار في كل وتحت كل شعار. يأتي أول أشواط هذا السن مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، في ميدان دستور، في مضمار المرموم، في إمارة دبي. دائما الهجنة العربية الأصيلة تلقى دعما كبيرا من أصحاب السمو الشيوخ في كل ميادين السباق، وها نحن هنا في دانة الدنيا دبي ودعم لا محدود لهذه الرياضة. نبدأ مع المراكز الأولى، نبدأ مع مقدمة الشوط الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير في التضمير، وتأتي العاصفة وهجنها في المركز الثاني مشاهدينا لتحتل المركز الثاني، لتأتي شواهين حاملة هذا الشعار، حاملة شعار إمبراطورية العاصفة. من الجانب الثاني الدور دور شاهينية أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير، يأتي شعار ضيفنا العزيز، ضيفنا الكريم هناك السلطنة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني في من دولة قطر الشقيقة، يضمرها السيد عيد بن عامر المدهوشي. لكن التغيير اللي نفض المقدمة، اللي نفض المراكز الأولى وانطلقت إلى مقدمة الشوط هملولة، يا سلام لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، تحتل المركز الأول، تعلن قيادتها لهذا الشوط، يضمرها السيد مختار بن أحمد. نواصل نداءنا حيث توقفنا، وفي المركز السادس نرى مشاهدينا الكرام شقرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في تضمير شقرة حمد بن ضعيف بن غدير. وفي المركز السابع اللاسكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد الشيخ في التضمير. وفي المركز الثامن يأتي دور الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا، يضمر حمد بن ضعيف بن غدير. تاسع المراكز يأتي علي عند علي بن راشد بن حمد بن غدير، اسمها القابضة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وفي المركز العاشر اللي تحتل المركز العاشر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، مشعان بن سعيد بن غدير في التضمير 1200. يا سلام، ومع القيادة ومع هملولة في مقدمة الشوط في رقص تقود به هذه البكرة الأصيلة، النخبة من الأبكار السبق، نخبة من الشعارات، ويقود شعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. مشاهدينا الاعزاء، هذا السرب من المقاتلات على الناموس، من المطاردات للمراكز الاولى، الباحثات عن المقدمه دائما، هملوله لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد في المركز الاول بقياده مختار بن احمد. لكن العاصفه تنطلق، يا سلام، العاصفه وهجنها، هجن العاصفه، تقدم شواهين بقياده الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ضيفة الميدان العانية من الشحنية من ميدان التحدي، تأتي في المركز الثالث وأيضا تشكل خطر على مقدمة هذا الشوط اللي هي السلطنة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. لكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اللاسكية اللاسكية، واسم لامع جديد من شعارات، وشعار لامع من شعارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، واسم جديد عالمي في التضمير، عالمي، سعيد الشيخ يقدم اللاسكية. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. هناك السلطنة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني تعلن وترفع راية التهديد، لكن اللاسكية مسيطرة على الموقف، منتزعة اللي التحركات التوجيهات اللاسلكية في السبوق، في السبوق ما تهم السبوق. تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز اللاسكية بالمركز الأول. ثانيا السلطنة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. ثالثا هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. رابعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يا سلام،
هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة. بشوف التوقيت، التوقيت، ويبرز نجم من نجوم التضمير، اسم لامع في عالم التضمير، سعيد بن سالم العويسي، احد الاسماء اللامعة الذي مشاهدينا الكرام قاد اللاسكية الى خط النهاية والى بر الامان والى الناموس. قطعت الثلاثة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 31 ثانية مع هذه الرياح العاتية.